مدحوين حسن شاق محمود ايا تلمامي ديب اسولا بشدي سحل كو غسر رايا دل كينا دلسينا لشباب لغا قبصدو ديگانو كترسان غبالا دا سوماليا او اي مامولا يين مودشان ايا طبان سنا ديب اسولا بشدي دل لباد وحال لكو سدي حالو هيري ستريباتو او دنك امني غو وين يهيسي سي لوغو تخلوصو وحان ديراد دا سارنين لشباب لغو ديرادو او لغو حرايو ديگانا اي مدحوين حسن مدحونا على الصومالي حسن شق محمود أي رئيس يسوق هذا القاعدة كدولة هان سيدايو أركان إن أي وهذا اللي شنال الشباب مدحونا على الصومالي أي كحركة شروطة لقوله هي الشباب شروطه عا أرسل كشقيق ورئيس جوبه حي وفي الحقيقة هناك اتهامات دولية عديدة بالحكومة الصومالية بالفساد إلى أي مدى تعتقدون أن هناك ارتباطا بين الأمرين الحركة طول عمر الحركة والفساد وكيف تردون؟ على تهم الفساد هذه لن اقول ذلك ولكن كما تعلمون فان الصومال يعيش حاله ما بعد نزاع انتقلنا من حاله دوله فاشله الى دوله هشه والمؤسسات فيها ضعيفه وبسبب هذا الضعف هناك نقص في حسن الاداره للمال العام والنظام المالي العالمي ولا توجد مؤسسات قويه لهذا السبب في هذه البيئه يعم لا تستطيع ان تكافح الفساد من دون هذه المؤسسات القويه، نحن بصدد بناء هذه المؤسسات ونتعاون مع المؤسسات الدوليه مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لجعل الاداره الماليه افضل وايضا نؤسس الاطر التنظيميه للاقتصاد ونؤسس الان ايضا على سبيل المثال وحدة الاستخبارات المالية والمركز التابع لها والذي يسيطر على حركة الأموال والتعاملات المالية الصومال تجهز نفسها للحرب ضد الشباب طبعا هناك أبعاد أخرى وهناك مظالم أخرى في صفوف شعبنا بسبب الحرب الأهلية وهناك كثيرون ينضمون إلى الشباب بسبب غياب الفرص الأخرى ولكي يأخذ خمسين دولار أو مئة دولار في آخر الشهر إعالة عائلاتهم لماذا ينضم الناس لحركة الشباب هناك عدة أسباب لن أضيف الفساد إليها نعم لدينا مؤسسات ضعيفة ونحن نبني هذه المؤسسات الآن الصومال ستخرج هذا العام من مسألة الديون وأيضا سوف تكون الصومال حرة متحررة من هذه القيود وعند ذلك ستكون لدينا المؤسسات التي ستسيطر على الفساد هناك تعاون مهم بينكم وبين الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ أيام فقط استلمتم معدات عسكرية أمريكية كيف تصفون هذه العلاقة بينكم وبين واشنطن؟ مذحينها سوماليه حسن شق محمود وحو حسيه إن ضدك أودج على الشباب أيوب ذيهم دلير سوماليه استلمرك عسنا عسنه دلكه أو يكون ولدان أنفع آذن عبدي رح نريب نقضشه.